لعبة سخنت. اي نعم سخنت يا ماما يا حنة. دخان اخ دخان. لا انه ليس دخان الشماريخ بل هو دخان الحمام. الطياف وينه؟ وينه الطياف؟ ورينا الطياف. الغسلة هذه ذكرتني بالباجي قايد سبتي. نعم ارتفع الدخان مثل ارتفاع الاسعار في وقتك يا باجي. نعم انها ثورة الشباب، ثورة قام بها الشباب. نعم قام بها الشباب المسكين، الشباب الجائع، الشباب الضائع، الشباب البطال. نعم يا الباجي انقذنا من براثين الفقر وبراثين الغلاء. وعدتنا، اين وعودك؟ اين اهدافك؟ واين الطياف؟ نعم احتاج الى طياف يمسدني. يلا يا طياف فتق في مواهبك، انزل عليا بالفوطه وانزل عليا بالحلاسيه وانزل عليا بالكاسه ونحبك تخرج مني الحلالب. نعم انك في تونس يا طياف يا طياف. نعيد لك ونادي بالصوت العالي يا طياف باش تعبي الاسلوب الماء وتجي، والا نخرج نخرج من الحمام، نخرج وسط الجماهير الغفيره. الحمام مسكون سايبوا علينا الخطوس، لا نريد الحمام. يلا سياستكم 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 مثل المزبله، مزبله التاريخ. نعم مزبله التاريخ. تريدون المساواه بين الرجل والمراه، نقولها لا لا يمكنكم المساواه بين ريال مدريد وبرشلونه. فانت حبيبي يا الباجي يا الباجي قائد السلسله سايب الكرسي سايب الكرسي. إيه نعم يقولها الشعب، لا نحتاج إلى أي في صدورات أخرى، نقولها اتركنا بسلام، اترك تونس. نعم نحن نسور قرطاج، نسور قرطاج الذين ينددون صمود نموت نموت ويحيى الوطن. سوف ألعبها، نعم أدخل للمطهرة وألعبها، ألعبها أحيي العلم وأخرج، ونعم أخرج. Ha 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 ha!